بعدلك بعدلك. يلا قولنا المقادير. لا الاول قولي قولي لي يا ست الكل، الجمبري ده يتاكل امتى؟ احسن وقت برضه كل بقول لك شهر الشهور اللي فيها الريح هو ده اللي تجيبي فيه احلى اكلات. في كم نوع جمبري؟ احنا بنروح نشتري نلاقي. بصي بقى في كتير جدا، بس اهمهم بقى الجمبري البلدي. أوكي. جمبري الازاز. اوكي. وبعد كده بقى كلي اي جمبري تكوني ضامنه من انهي شركه من انهي مكان شارياه، ده اهم حاجه. طيب بس مبدئيا كده هجيب الجمبري اعمل فيه ايه؟ الجمبري اول ما تجيبيه انا بحب قوي اشطف اي طيور اي اسماك بميه ورشه جنزبيل باودر، رشه خل صغيره. أوكي. وشويه ميه وبسيبه 5-6 دقايق واقوم مطلعاه على المصفى على طول من غير ما اشطفه، يعني بشطفه شطفه واحده بس في المصفى من غير ما انقعه تاني وبستعمله على طول. واهم حاجه طبعا زي ما احنا عملنا هنا نشيل الظهر بتاع الجمبري في منتهى الخطوره. معلش يا اموله ممكن نورديهم سريعا؟ احنا سايبين واحده اهي. ماشي. وبنجيب بس بصوا دي اللي على الوش انت عارفاها ما شاء الله. بنجيب سكينه رفيعه بس دي كبيره قوي. لا دي كبيره قوي. طب هقول لكم على حاجه، بتجيبوا حاجه رفيعه بتفتحوا بس من النص كده خله وتقومي شده بالخله بالراحه بتطلع معاكي اللي هو بيسميه الكيس الرملي. أوكي. بس هو مش رملي، هو حاجه مضره جدا، هي مخلفات الجمبري. تمام. أوكي. طيب ده بالنسبه للجمبري. ماشي. اكتر سؤال خلاص إيه؟ عرفته. تعرفي ازاي؟ نعرف ازاي الكابوريا انت بقولها بقولها الانثى والذكر. قالت لي اسمها ايه؟ النتي ولا ذكر؟ قالت لي اسمها كده. طب نعرفها ازاي يا اموله بقى واحنا بنشتريها وانهي احلى؟ بصي هقول لك حاجه، النتي بتعرفيها يعني دي كلها نتي، يعني بصوا اللي هي بتبقى عريضة. هنقول ايه الدرفه بتاعتها الباب بتاعها بيبقى عريض كده بالمنظر ده مكلبز. انتوا اتعودتوا على الستات ايه؟ مكلبزه. فلازم برضو الكابوريه دي بقى بتخليكي تعرفي ان هي نتي بالشكل ده اللي هي العريضه، بيبقى فيها زي ثلاث درجات. النتي دي بتبقى ميزتها مهما كانت صغيره او كبيره ان هي كلها لحم فيها بطارخ. الله. الذكر ما عندوش بطارخ. أوكي. ما عندوش لحمه. بخيل بخيل رفيع. رفيع. بصي معانا الصوره بتبقى حلوه قوي. اللي على الشمال ده يا جماعه هي دي الذكر زي ما اموله بتقول. وهنا اللي على اليمين مطرح مكان ما انتوا بتتفرجوا على التلفزيون هتلاقوها النوتس. طيب انت قلتي لي هعمل اول حاجه في الكابوريا وبعدين نقول مقادير الجمبري. وبالنسبه برضو للحجم يا فيفيان، بنجيب الحجم المتوسط، ما ننخدعش في الحجم الكبير. أوكي. ولا نجيب الصغير خالص، بنجيب الوسط على اساس ان هو بيبقى فيه لحمه اكتر. اوكي. انا بإيدي اول حاجه هعملها ان انا هحط الحله واحط عليها دي بتاعت الكابوريا. ماشي. الحله بتاعت الكابوريا هنزل عليها ده زيت، خلي بالك ان هي سخنت قوي ما تقلقيش. هنحط زيت. ماشي. وممكن نتبلها في طبق خارجي الاول. اوكي. وبعدين ممكن طبعا طبعا. أوكي. فضلي يا ست الكل. يا سلام. طيب نشيل دي بس على جنب عشان ما تولعش الدنيا. هنحط البوله هنا احسن، نحط فيها الكابوريا. مش عايزه جوانتي. هحط فيها ما انا اشتغلت على طول. خلاص احنا كلنا بنغسل ايدينا، كلنا ستات بيوت. دي ايه التوم؟ ده التوم. طيب كلنا ستات بيوت وبنستعمل ايدينا لاولادنا عادي جدا. ده اكيد. انا بقول لهم دايما انا بلبس هنا عشان مش كل شويه اروح اغسلها بس كده. بالظبط. بحط التوم وبحط بصل. اوكي. دي بقى بحط معاها بصل. ماشي. يبقى احنا كده بنعمل ايه الكابوريا. طب انا هقول المقادير. انا هتبلها. ماشي. طيب بصوا يا جماعه نقول الكابوريا ازاي. الكابوريا 4 أو 5 حبات كابوريا، بصل احمر، ثوم حلقات، اهي دي المقادير، كمون. قولي وانا بنزل بالحاجه. ماشي. اللي انت تقوليها يعني. خلاص. ملح وفلفل اسود، 2 طماطم، فلفل حامي، بهارات بحريه، بهارات المشاوي، فحم مولع وزيت. دي المقادير يا جماعه اهي. تاني هنقولها يا اموله. قولي يا حبيبتي. وحضرتك بتشتغلي. 4 أو 5 حبات كابوريا، بصل احمر، ثوم مفروم، كمون، ملح وفلفل اسود، طماطميتين. ماشي. وكمان حلقات، وفلفل حار، وبهارات بحريه، وبهارات المشاوي، فحمه مولعه. طيب الله ممكن عليك. بس البهارات من عندك. اتفضلي.
امال الثوم بقى امتى؟ في ناس ما بتحبش تحط بهارات كتير علشان ما تغيرش الطعم، بس ماشي. الكابوريا حقيقي بتحب بهارات كتير لان ما بتدخلش قوي جواها كمان ال تمام. انت حطيتي كمان هريسه شطه؟ انا حطيت بصوا يعني الله على قد ما تقدروا حطوا البهارات اللي هي بهارات الاسماك طبعا، ملح فلفل كمون، دول الاساس. انا يعني بالمنظر دوت احنا تبلناها، المفروض لو عايزين اكله سمك حلوه مظبوطه ايوه بالليل تتبلي كل الكلام ده وتغطيه كويس جدا وتحطيه في الثلاجه على اول رف فوق الادراج. اتفقنا. ايوه ماشي. وتاني يوم تعمليه. اجيب لك الحله؟ الحله بقى دي اتفضلي. بس حطينا زيت والباقي هنا في البوله. هنا حطينا معلقه زيت وهنا معلقه زيت، وهننزل بكل شطة. حاجه عايزه هريسه شطه تاني يا شيخ. يلا الله تسلم ايدك. ممكن دي تنفع مش للجمبري؟ هنغطيها، هنسيبها مفتوحه. ماشي. مش هنغطيها، هنسيبها علشان لما بنغطي البخار ده بيكتم الزفاره، يعني بيخلي الزفاره تظهر. لما انا لما بسيبها مفتوحه كده دي جديده، كل لو فيها نقطه زفاره بتطير. دي جديده بقى، دي جديده يعني خالص. ما بغطيش ما بغطيش علشان ريحه الزفاره بتتكتم في قلب الحله بالزبط. لازم اسيبها الغطاء مفتوح علشان لو في اي ريحه زفاره بتطير. جديده لانج دي. الله ده مهم قوي. معلش بقى حبه كده. هنحط بقى الصويا صوص كمان. اوكي تمام تمام ماشي. العسل ده للجمبري. اوكي ما هو دي كانت اصلا. ماشي ماشي. وايه تاني بقى كده؟ خلاص بس كده. الله حطينا ليمون؟ لا ما حطيناش ليمون. هنحط معلش ليمون. اوكي اي اكل سمك كابوريا جمبري بنحط ليمون كتير على قد ما نقدر. ماشي. طيب انا عايزه جوانتيات كده. ايوه طبعا. طيب احنا طبعا الكابوريا مش هنقعد نقلبها بمعلقه، احنا بنعمل ايه؟ بننطقها. بننطقها بننطقها. ماشي. معانا مين بقى؟ ام حماده الاسكندرانيه. حبايبك حبايبك يا ست الكل. يا اسكندريه يا اجدع ناس. ازيك يا ام حماده؟ مفيش ميه. صباح الفل. يا صباح الفل. ازيك عامله ايه؟ ازيك يا شيف امل؟ ازيك يا حبيبه قلبي؟ صباحك فل. ازيك يا بسكوته؟ ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله. عامله ايه جزيان؟ الحمد لله يا حبيبتي بخير. انت عامله ايه كل سنه؟ والشيف امل الاسكندراني ده اللي منور. شفتي يعني انتوا الاسكندرانيه كلهم متابعيني النهارده وانا في اختبار فظيع فظيع. طبعا لازم نحس ببعض. حبيبه قلبي حبيبتي منوره يا شيف امل. ربنا يخليك منور بوجودكم. تسلم ايدك. تسلم ايدك حبيبه قلبي. تسلمي يا جميله. تسلمي والله. انتوا في بيان منورين الدنيا والله يا حبيبتي. ربنا يخليكي. ربنا يخليكي. كل ربنا يخليكم لاولادكم يا رب. يا حبيبتي يا رب ويخليكوا لينا. وكل سنه وانت طيبه والناس بتنور النبي الشريف. قولي لي امينه. وانت بألف صحة وسلامة. وانت طيبة يا حبيبتي. قولي لي عندك طقوس في اليوم النهاردة؟ أولا أنا جايبة لكم أمورة النهاردة يا جماعة بمناسبة المولد النبوي الشريف. قلنا لازم نعمل حلقة مختلفة ونعيد عليكم. كان المفروض بقى نعمل بمناسبة المولد النبوي الشريف بقى بط بقى ونفتح فطير وحاجات كده. بس أنا يعني ولادي مش مديني الفرصة إن أنا أعمل اللي أنا عايزاه، فبعمل أي حاجة أنا عايزاها. بس بحاول على قد ما أقدر إن أنا ألمهم في أي مناسبة. خصوصا يعني حاجه زي المولد النبوي الشريف ده مهم جدا بالنسبه لنا. فانا بحب اخليهم اقول لهم نتجمع مع بعض نتغدى النهارده. الله. لان كل واحد عنده مشاغله. ما بتصدقي بقى فرصه مناسبه حلوه زي النهارده. لما يكون في مناسبه كده كلنا عارفينها بحاول اخليهم يتعودوا عليها. قولي لي اموله طبعا توينكي مشرفني ومنورني في البرنامج. شفتي ليه؟ ايه اكتر حاجه بتحبيها بقى في حلويات مولد النبوي؟ مش هتصدقي. ايه؟ السودانيه. السودانيه. اللوزيه والسودانيه اكتر حاجه رضا بحبها. رضا بتقولي وانا كمان. والملبن بحب الملبن. ايه ده زي ماما. بس غير كده بقى يعني مش عارف. رضا تقولي وانا كمان. انا بقى الفستقيه. ايوه بحبها جدا. والسمسميه. واللوزيه. اللوزيه تجنن. واللذيذه بعشقها. والنوجة. والكلبزة. والبقلازة. كل ما الاقي نفسي متضايقة شوية علبة توينجي عندي بقى كبيرة بقى بتوصيل مني. اشيل
واطلع. لا وانا مبسوطه كمان ان هم ابتدوا يعملوا يعني العلب بتاعتهم عامل ازاي. ما بقتش بقى العلبه الكرتون بتاعت زمان وكده. لا انا مودرن هدايا. ايوه صحيح. ما انا بقعد اقول لهم هدايا يا جماعه تجنن. بصي الحاجات دي بتفرح في البيت على فكره. قوي لازم قوي. دي طقوس. لا انا بحبها جدا يا جماعه. صحيح. بجد. وبعدين بنكبر للهدايا عادي جدا. طيب معانا تليفون والشيف امل بتطقطق الكابوريا زي ما انتم شايفين. انا ما بحطش ميه للكابوريا خالص. طيب. خالص خالص. ما بنحطش ميه. بنقلبها كل شويه وبنطقها وشايلين الغطا. ومعانا مين يا استاذ احمد؟ ايوه ازيك يا شيف. ازاي حضرتك عامل ايه؟ كل سنه وحضرتك طيبه وجميعا بخير بمناسبه المولد النبي الشريف. امين يا رب. والعالم طيب. كله والامه الاسلاميه كلها بخير يا رب. يقعد على مصرنا الحبيبه بكل خير يا رب. بنشكر حضرتك كده على الاكلات الجميله. وبصفتي بقى ان انا من اسكندريه بقى احنا ما بنفتحش السمكه من البط. احنا بنشرحها كده ايه يعني ايه انصص كده وبنحط التتبيله وندخلها الفرن. ما هي قالت كده. هي قالت الطريقه دي مش اسكندرانيه بحته. دي فلانسيتي. الشيف امل قالت كده قبل ما تبدا. انا بس حضرتك عشان عندي اولاد واحفاد. بالنسبه للجمبري يعني احلى جمبري. المهم اهم حاجه الجمبري يكون طازه بصرف النظر طبعا. انه هو صغير انه هو كبير تحس ان انت وانت بتاكليه كده بتاكلي طعم البحر. ما هي قالت لنا ان لازم اشم ريحه البحر في حاجه. والله يا استاذ احمد نورتنا. لا انا عايز بس بعد اذنك يا شيف بس بقول لزوجتي كل سنه وانت طيبه بعد 31 سنه جواز وربنا يبارك لنا فيها كده ويبارك في اولادنا واحفادنا. ربنا يخليك ليها ويعني طبعا. وحضرتك ربنا يبارك لك ويخليكوا لبعض وقبل مليون سنه. الله يديك الصحه. قبل مليون سنه ودايما يعني رب. بالسلام. دي هي نورت بيتنا بصراحه. ربنا يحفظها ويبارك فيها يا رب ويديها والله الصحة. يعني ربنا يخليكوا لبعض. واكيد حضرتك يعني ما تتخيرش عنها. ربنا يخليكوا لبعض. ربنا يبعد عنكم العين يا رب. كيف ومتشكرين لقناه تن وجميع المسؤولين على قناه تن. الف شكر لحضرتك وكل سنه حضرتك طيب. ونسبتين بقى نورتنا. الريحه يا جماعه تجنن. الريحه تحفه. طب احنا هنروح لفاصل صغير. دخلنا الطاجن البوري بالبطاطس والخضار التحفه الفرن. وكمان هنا عمالين ننطق في الكابوريا الحته الجنب. انا هاكل خمس دقايق. انا هاكل انا هاكل. الف هنا الف هنا. المره الفقره الجايه على طول هنعمل ايه؟ الجمبري. يلا ادينا محل. استنونا استنونا.